بعد فكري كيف تعيش المرأة الإسبانية وكيف المرأة في المخيمات. يعني هذاك العالم الاثنين سبب لي شي يقولوا ديبرسيون. نقول لهم كيف تعيش ديك الطفلة اللي شفتها وتتلفوا لي سربتها جايبة كرش منين يقيسوا بها السجن وش يعدوا لها ذوك الأطفال يتبنوا هم باش يعدلوا منهم جيوش بلا قل كيف ما يديروا الجزائر. نبرات صوتها ترتجف من صدى صياط جلاديها الذي لا زال يطاردها ويلازمها كالظل، بل ويؤرق مضجعها ويحرم عيناها النوم. إنها خديجة محمود وحكاية الغول الذي لم تسلم من سم مخالبه. رأت خديجة محمود النور في مخيمات الجهل والظلام تندوف عام 1991. عاشت في كنف والديها وإخوانها وضاقت من المر والعلقم ما يتجرعه كل إنسان كان قدره الميلاد على تلك الأرض المغتصبة حيث تنعدم أبسط ظروف العيش الكريم. سنة 1997 سافرت إلى إسبانيا في أول استفادة من الخدمات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية لأطفال المخيمات سنويا، وظلت تستفيد إلى غاية 2005. استقرت بعدها رفقة عائلتها بمخيمات الخزي والعار تقدم ما راكمته من إتقان للغة واطلاع على الثقافات الأخرى للوفود الوافدة من الخارج شاغلة مهام مرافقة مترجمة ودون مقابل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سخائها وحسن سريرتها. ظلت خديجة معطاءة سخية في نكران تام للذات إلى غاية 2010، حيث عادت أدراجها في اتجاه إسبانيا وبالضبط إشبيلية، حيث عملت كذلك مترجمة لدى السلطات هناك. لكن فروض الطاعة والرضا اتجاه أبويها ووفاة أخيها الأكبر أوجب عليها العودة مرة أخرى إلى المخيمات، حيث الوالدة الكنف والوسادة والوالد العضد والقدوة والسيادة. هنا وبعد هذه الزيارة ستنقلب حياة خديجة محمود رأسا على عقب بعد طلبها لتأشيرة الخروج من عملاء قصر المراضية الرخيص الخسيس إبراهيم غالي وعصابته. وبدون وازع ديني ولا أخلاقي اغتصبت الكريمة العفيفة في وكر الذئاب النتنة الماكرة وفي قلب عاصمة أولياء نعمة المرتزقة الجزائر. فخرجت فارة هاربة تلملم جراحها وتندب حظها التعيس العاكر في اتجاه إسبانيا الملاذ الآمن، حيث استجمعت قواها وتسلحت بالصبر والعزيمة والإيمان وأقسمت ألا تدخر جهدا ما لم تنتزع حقها بنفسها. وهي كلها أمل في نزاهة القضاء الإسباني وحياده وبمؤازرة مجموعة من المحامين والهيئات الحقوقية الدولية، تقدمت بشكايات لدى القضاء الإسباني والاتحاد الأوروبي ضد المجرم المغتصب إبراهيم غالي، وكلها ثقة في عدالة قضيتها وقضية كل امرأة محتجزة بالمخيمات. ظلت خديجة تنتظر إنصافها وتتحين الفرص إلى أن حل الزعيم المزعوم بإسبانيا في أبريل الماضي بدعوى
تدهور صحته جراء الجائحة، استبشر الضحايا خيرا ومنهم خديجة، وخرجوا في مسيرات سلمية في جميع أرجاء إسبانيا مطالبين بإنصاف المظلومين وتطبيق القوانين. لكن كواليس السياسة ولعنتها ظلت تطارد خديجة وكل المظلومين الذين لم يسلموا من بطش هذا المغتصب السفاح. عاد من حيث أتى وكأن جرما لم يقترفه، بل استقبل استقبال الأبطال من صانعيه بالجزائر، لكن العهدة على القضاء الإسباني الذي برأ ساحته. أما خديجة فلم تزداد إلا قوة وعزيمة وإصرارا، والحق لا محالة ظاهر، كيف لا ونساء العالم كلهن يرددن كلنا خديجة محمود. لهذا احنا اليوم مساندينها، وحنا كل كاملة المغربيات والصحراويات المغاربة، احنا كاملين خديجة محمود. هذا اللي بغيت نوصله للعالم، بأن احنا كاملين كنمثلوها، وحنا كاملين كنعانوا معاناتها.